الهلال ينتصر دائما على الاتحاد في ملعب الجوهرة في جدة، حيث أن آخر 6 مباريات للهلال والاتحاد على ملعب الجوهرة ولا فوز واحد للاتحاد على الهلال. فازوا الهلاليين في 4 مباريات، بينما مباراتين انتهت بالتعادل، والمباراة القادمة للهلال والاتحاد في وين؟ في جدة في ملعب الجوهرة. فهل سيبتسم الحظ للهلال ويفوز على الاتحاد كالعادة في ملعب جدة، أم أن للاتحاد هذه المرة كلمة أخرى وقالوا طالت وشمخت ما يفوزون الهلاليين علينا في ملعبنا وبين جمهورنا، أم أن الحظ ما له علاقة في مباريات كرة القدم؟ اللي بيقدم أكثر واللي بيستعرض أكثر واللي بيلعب بتكتيك أكثر هو اللي راح يكسب نقاط المباراة. اكتب لي عزيزي المشاهد في التعليقات في أسفل الفيديو توقعاتك لمباراة الهلال والاتحاد وكم ستنتهي ومن سيظفر بالنقاط الثلاث، ولا تنساني من اللايك والفولو.